الإعلامية قديرة شوفتها تشرح القلب، تذكرنا بأصالة سيدات الكويت معانا اليوم الإعلامية القديرة عايشة اليحيى. يا مرحبا فيك عايشة اليحيى، كل عام وانت بخير ومبارك عليك الشهر. يا هلا ومرحبا فيكم جميعا ونور تفزيع الكويت. الله يخليك ومبارك عليكم الشهر وعلى السادة المشاهدين في الكويت وخارج الكويت، بيوتنا الخليجية نمسي عليهم وهم قاعدين ترى ينتظرون الحلقة لأن أنا بلغتهم. حياك الله نورتنا اليوم. الله يخليك. متشرفين وجود الأستاذة عائشة اليحيى. لكن إحنا شوي تفاجئنا إن تلفزيون اليمن كنا سبقنا بهاللقاء. عرف اليوم تلفزيون الكويت راح يكون مع الأستاذة القديرة عائشة اليحيى وأخذ معاش لقاء مدته ساعة ونص. نعم. الحقيقة أنا تفاجأت في حضورهم للبيت ومعاهم نفس الأجهزة ودار الحوار من أروع ما يمكن. نعم. ورح يبث في القناة الفضائية اليمنية من صنعاء. من صنعاء. فهذا شيء جميل. لا اليوم أسئلتنا إن شاء الله تكون مختلفة عنهم. لا مختلفة، هذاك منحة عن مسيرة إعلامية. نعم. وعن عطاء إنساني خيري وعن عمق سياسي عن المبادرة. نعم أكيد. أي نعم. إحنا اليوم نبي ناخذ وياك الذكريات هذه، دام إن تونا ثالث يوم من شهر رمضان والأستاذة عائشة اليحيى مثل ما قاعد نقول قبل الهوى برنامج مع الأسرة، برنامج طول السنة. نعم. وإن شاء الله حتى بشهر رمضان، بس قلتي لي تأخر وقته 9:30 صار. أي نعم. وهذا الصوت الجميل اللي تعودوا عليه كل أهل الكويت وأهل الخليج والوطن العربي. نعم. اليوم نبي ذكريات شهر رمضان وياك. يعني ذكريات رمضان داخل الكويت وخارج الكويت، ولكن رغم خروجي في رمضان خارج الكويت إلا أن رمضان الكويت له طعم خاص. نعم. له نكهة خاصة. يعني في رمضان في السودان أسبوع كامل وإحنا نعمل موائد رمضانية حول مساجد الخرطوم وأم درمان أيام المرحوم المغفور له الدكتور عبد الرحمن السمير. نعم. وبعدين البوسنة والهرسك. أيضا عملت لهم إفطار إسلامي كبير من أهل الكويت وسويت لهم قرقيعان خاص. الله. ولكن في الكويت له طعم غير، نكهة غير، كويتي من هالقاع محكحك. ما اختلف شوي عن السابق ولا نفسه؟ لا أنا قرقيعاني غير، قرقيعاني كويتي أصلي. عيل. زبيل ولا طبق وشعبي. حصة شايف تكون معانا اليوم القرقعان بعد. إيه نبي نزور من هالقرقعان. اي نبي نزوركم بالقرقعان عيل. حياكم الله. والله احنا نتشرف. احنا دائما نلاحظ ان الحين بالمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وهالاشياء صار الروابط الأسرية. نعم. يمكن ضعفت مثل ما يقولون لأن الناس قامت ما تزور بعض كثر ما هي بس تكتفي بمسج أو تكتفي بواتساب بالدزة. صحيح. أو تغير عليك هالموضوع ولا عايشة اليحيى تظل لها قواعدها اللي ما تغير؟ شوفي التواصل الاجتماعي هالمسجات اللي يكتبونها بعدت الروح الاجتماعية. التواصل الاجتماعي أيام قبل أيام الفرجان أيام ما كان عندنا هالأجهزة، لا تليفونات ولا مسجات ولا هالأجهزة، كانت الأبواب مشرعة ومفتوحة، الفرجان وأهل الفريج كلهم يجون، ماكو مواعيد، الباب مفتوح طالما في أم كويتية وجدة كويتية موجودة في البيت إذا لها كل الاحترام كل التقدير، الباب مفتوح. الآن ألو ترى أنا عندي قعدة اليوم الفلاني، ألو ترى أنا عندي قعدة اليوم الفلاني والثالثة والرابعة، مو أنتوا تشاوفتوا في بيت أو بيتين، خلاص كفوا عن هالعزومات اللي تسوونها، اقروا درسوا ختموا. يعني شهر عبادة. نعم. ما أشوف يعني من صلاة العشاء بعضهم ما يتروح عشان يقولون زحام. صح. ويالله نوصل، فحتى ما يعطون أهل البيت فرصة إنهم يصلون بحب وبراحة يطقون عليهم الباب. تبدي الغبقة على طول وياهم. بس أنا عندي نقطة، يعني إحنا ما نقط اللوم دائما على الجيل الجديد يعني في لوم بعدهم. هذا مو جيل جديد يا عائشة، هذا مو جيل جديد. أنا قاعد أتكلم عن
حتى الحين الأمهات قاموا ما يبون يطلعون وايد، يعني حتى ما تبي تروح تسير أو ما تبي أحد ييها، يعني صارت إنه ما بي عفسة ما بي لويا ما بي ناس، يعني كم كل بيت ينطوي على نفسه ما بين عياله وبس، ما تبي التعارف ما تبي تروح ما تبي تطلع. تدرين ليش؟ ليش؟ هذا مرض. يخافون على أثاثهم، يخافون على معينهم، هذا مرض. طيب أنت الآن نزلتي بيت جديد وأثثتي الأثاث العصري، بس عشان تطلعين من هالدار وتروحين هالدار وهذيك المنطقة ممنوع، كل الصالات ممنوع صحيح. ممنوع ممنوع تستعملين المغسلة، ممنوع حتى زوجك يستعمل مغسلة أو مكرم الحمام اللي هي غرفة الضيوف أو ليش؟ حضر على الجميع، استمتعي، خلي أولادك يستمتعون، علميهم الأدب وعلميهم الضرابة، إذا أنت خايفة أنهم يكسرون وتشيطنون علميهم السلوكيات الطيبة الحسنة، خلي زوجك يستمتع، هو اللي دافع الفلوس صح. أنت استمتعي، خلي عيالك يستمتعون، أحفاد يستنسون، ممنوع حضر المنطقة محظورة. اختلف يمكن الأستاذ عائشة، اختلف الخطاب اللي كنت توجهينه حق الأسرة السابق عن اليوم، دام أن الأسرة وصلت يعني إلى هذه المرحلة. دائما أحثهم السعادة، السعادة يا عزيزي، إذا أنت تبي تسوي بيتك معرض روح حق المعارض، إنما هذا بيتك تشعر فيه بالراحة النفسية والأمان والإطمئنان، بزوج، بأطفال، بأبناء، بأهل، بيت مفتوح يجون، ولكن جماعتنا دائما يجيبون لهم المرض النفسي بالتكلف. واليوم حصة تبي تسير علينا، ايش نبي نحط لها؟ عاش اليوم تبتين، ايش نبي نحط لها؟ البساطة حلوة، البساطة والتواضع في كل الأمور شيء طيب حلو، إنما جماعتنا ربعنا أسرنا يحبون التكلف، عشان كذي مسكرين الأبواب، شو نسوي؟ شو نحط؟ أخاف ينتقدوننا، أخاف وأخاف. لا حبايبي، الناس اليوم يا عبد الله كلهم يسوون رجيم. لا أنا قبل بداية هم قلت قاعد يسوي رجيم الحين. ما يبون أكل. والناس تبتيكم علشان الموائد والأكل. صحيح. الناس يبيونكم نوع من التواصل الحبي. الناس بدت تقاطع، فخلونا نطق الباب ونيجي استكانة تشويها فنيال قهوة، وأكو ناس بعد ما يشربون قهوة. بالضبط. أكو ناس إذا شربوا قهوة ما يشربون شاي. صحيح. فيعني على البساطة. وكل شيء موجود في البيت الكويتي، أكيد. الخير والنعمة يلا من فضلك عندنا في بيوتنا ما تخلو. في بعض العادات الكويتية لاحظتها، يعني في أسر بشهر رمضان بالذات يخصصون ديكور مختلف، أثاث مختلف، في ناس تروح برا تشتري، في ناس رايحين تركيا ومدري يروحون يشترون المواعين وهالاكسسوارات استعداد حق رمضان. شو رايك في العادة؟ والله شوف، رمضان ما قال، رمضان ما قال روحوا صرفوا. صح. رمضان شهر عبادة، شهر قرآن، شهر سجادة، شهر ثوب تلبسه. الآن كلهم استعدادات لرمضان، جلاليب، سفرات مثل ما قالت حصة، وجلب بعض المقتنيات. ما يمنع من أنك تغير أثاث بيتك البسيط من استعمال سنوي يليق بقدوم الضيف الفضيل الكريم، ولكن بهالهيلومان اللي احنا نشوفها تعني وسفر وتذاكر وروحة ويية وإسراف. لا، رمضان ما قال كذي، رمضان ما قال كذي أبدا، رمضان بريء من هالإسراف. إذن شنو أجواءك أنت برمضان؟ نبي نعرف أجواء عائشة داخل، وإحنا ودنا الكاميرا تروح داخل بيتك بعد. موجودة شنها راحت. أنا أجوائي تختلف عن أجواء الآخرين. أنا في سنوات سابقة كنت أحب أحط الفرش سدو، والسدو بكل ما يتعلق بالسدو، من معين، استكانات، صواني، قواري، قلاصات، فرش، كله مبخر. يعني شوفها الهوى أستاذ عائشة سدو، إنما الآن لا تغير، خلاص حطيت الآن الجانب الكويتي القديم. هاي لقطات حديثة، هذه لقطات حديثة الآن الحين. هذا الجانب الكويتي القديم، عشان لما يجون اليهال عندنا بصحبة أمهاتهم
أقول لهم هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا. يتعرفون على الأشياء يتعرفون الكويتية. إلى جانب أنا عاشقة لمصر. إيه من أحب الأشياء المصرية. هم أجواءهم غير بعد بشهر رمضان. فأنا هذا من الخيامية. هذه القعدات كلها جبتها وفرشتها ونجتها وسويتها كلها مصرية. الجو عندي يا حصة مصري 100%. إلى جانب الجانب الكويتي القديم العتيج. شيء يعني كل رمضان تسوين كذي أجواء وتغيرينها من رمضان لرمضان. أي نعم. ولا نفسها هي. لا المصري مصري ولكن المصري تغير. الكويتي هذا هو إضافات والكويتي كما هو. ولكن بعد رمضان تشيلينهم 7 صناديق حديد. إيه؟ ما شاء الله. 7 صناديق حديد هذول بس حق الإكسسوارات والكشنز وإنما المطارح هذول كلهم تقلفون بنايلون وينحطون واحد فوق الثاني ويقلفون وينحطون في أدراج عليا. حلو لازم نزورك على قبل رمضان. إيه لازم. نلحق إيه على الزيارة. أنتم جايين أيام العفسة وإحنا قاعدين يعني نفرش متعة. إيه ولكن جت الكاميرا وإحنا خالصين. إن شاء الله السنة الجاية بالله أحيانا. إن شاء الله. بنسأل شوي عن الأجواء الخاصة اللي بعض الناس وايد في شهر رمضان يتوجهون حق متابعة المسلسلات والتلفزيون. أستاذة عائشة من هواة متابعة هذه المسلسلات ولا بعيد عنها؟ لا أنا لا أتابع أي مسلسل كان طوال شهر رمضان لا كويتي ولا عربي لأن كلهم ينعادون بالفطر. صحيح. فنستمتع بالفطر. إنما الآن لا يعني نخلي أوقاتنا للبيت لإنجاز داخل البيت لقراءة داخل البيت والمسلسلات كلها نشوفها بالفطر. صحيح. نحرص إن إحنا نقعد كأسرة نشوفها بالفطر. حلو. أكثر استمتاع. وهذا تحيز حق الإذاعة بعد أنا أعتقد ولا لا؟ لا والله الإذاعة أنا أحرص على سماعها دائماً. دائما احرص لان الاذاعه معي على طول رادو صغير وين ما تنقلت يكون معي في كل مكان التلفزيون مشكله ما ينشال معي بالضبط ثابت التليفون ثابت راح اصطب التليفون كنا في تعال شوف لا استاذ عائشة اعلاميه قديره مثلك اكيد عندها بعض الانتقادات على الاعلام الجديد مثلا او بعض الاشياء اللي مثلا تنطرح في الاعلام ف نتمنى نسمع منك هذا يعني هذه الانتقادات. هذا سؤال اطرحوه علي اليوم تلفزيون صنعاء تلفزيون اليمني عن المسيره النجاح الاعلامي. الاعلام الناجح تصادف عثرات صح يطيح يقوم يواصل ينجح وينجح وتصادف عراقيل يتخطى العراقيل بثبات بقوة بقراءة بحرصة على الاطلاع بحرصة على مشاهدته أو سماعه لقنوات أو إذاعات أخرى يتزود بالزاد اللي يرتقي فيه هكذا يجب أن يكون الإعلامي. الإعلامي فكر وعطاء وليس مظهر. أنا دائما ألوم الإسراف في اللبس على أساس المشاهد يترك المادة ويترك الموضوع المهم ويشاهد ويناقش مع اللي حواليه شفت إيش لابس شفت إيش لابسة شفت إيش لون طيب تأخذوا الموضوع استفيدوا من الموضوع المطروح فهم يزقللون عيون المشاهد بما يتكلفون فيه من لبس مذيعات ولا مذيعين لا بس أنا أشوفها أن هي يعني عوامل مشتركة المادة الطلة الصورة الشكل كلها ترتبط بالنجاح يعني لا لا مخالف مخالف ولكن يا الحبيبة يا حصة أنت الآن لما أنت تشوفين كثير من المسلسلات اللي فيها إسراف طيب خلينا نكون واقعيين الإنسان يبي الأحسن يبي الأفضل أنا كمشاهدة أو عندي جماعة يشاهدون ينقلون لي الصورة التكلف بالمكياج
التكلف بالرموش الصناعية، التكلف بالتجميل الزايد عن اللزوم، التجميل صاروا خشم واحد، شفايف تختلف، عيون منحرفة، وجنات واحدة فوق وواحدة تحت، حتى اللي يجمل لهم ما هو متقن، لا يتقن العملية. تشوفوا الوجوه وحكموا، المشاهد قاعد يحكم على كل هذه الأشياء. انزين الآن الأسنان، الأسنان كلهم جص أبيض مثل هذا. أنصع من الجداشة، أنصع من الجداشة، فلما يشوفونهم الناس ينقدونهم. أكيد. العدسات، أنا سمرة، أنا كويتية من هالقاع، عيني خضراء تصير، عيني خضراء، عيني زرقاء، ما يجوز. يعني منظر عدسات مقعرة وبارزة. نعم. فتلفت النظر. أكيد. ليش كذي؟ ليش هالمسلسلات؟ هذا التكلف اللي فيه سباق على هالأمور هذه. أكيد. يعني هذه نصيحة حلوة منك، ويمكن ما نعمم يعني على كل الأجهزة، احنا ما نعمم، ولكن هذه الظاهرة منتشرة في مسلسلاتنا. حلو. والجمهور، أنا أقول وأنقل كلام الجمهور يا أخي العزيز، يا عبد الله، يا أختي حصة، اللي ينقال. وفعلاً يعني إحنا قاعد ننصح. إحنا قاعد نشوف إن الحين ننصح. الناس قامت ما تركز على المادة والقيمة كثر ما قاعد تركز على مثلاً الصورة. إيه؟ الصورة الفلانة إيش لابسة، وفلانة إيش حاطة، وشنا فلانة شنو أوبر وفلانة، يعني دائماً الحكي يصير على الشكل أكثر من ما يركزون الناس على المضمون. أيوة. فإحنا نقول يا جماعة، هناك مخرجين، المخرج بإمكانه يقول البس كذا لا تلبس كذا، اعمل كذا لا تعمل كذا، ولكن ايضا عتبي على بعض المخرجين اللي تاركين الممثلات. نعم. ياخذون هذا المنحة، وهذا غلط. اكيد. يعني لما انت بالفراش قايمه، يفترض انك تكونين قايمه بسيطه. قايمة نفراشها نايمة، وتمقط بالكحلة والمكياج والرموش الصناعية والشعر الزايد هذا ما هو واقع. أكيد. انت تعطيني واقع، اقنعني، فانت مو قاعد تقنعني. صحيح. يا عزيزي، يا بعض المخرجين، خلكم واقعيين. ايش فيها لما تطلع لي بدون مساحيق؟ نايمة خلاص وقعدت، صارت صعبة عليهم هذه. يمكن يصير. احنا راح نغدي وياك استاذ عائشة، نكمل هذا الحوار، نتكلم اكثر على القفزة الاعلامية في وزارة الاعلام، جهازها التلفزيون اكيد والاذاعة، لكن عندنا مسابقات في برنامجنا غبقة رمضانية. سؤالنا يمتكتك، شنو كلمة يمتكتك؟ كلام اول، شنو معناها؟ شنو معناها يمتكتك؟ يمتكتك يا حلو، يمتكنم. يمتكتك، وغنوا عليها بعد. اي يمتكتك، يمتكنم. اي حلو. هاي يمتكتك اللي يعني متبتبه او شيء. يمتكتك يا اي، يعني مثل ما اقول هذا انسان يا حلو، يمتكنم يعني ملموم على بعضه وشحليله. يلا خلينا نشوف شنو معناتها، نشوفها مع الجمهور. يلا خلينا نشوفها، انا هذا اللي اعرفه يعني. يلا خلينا نشوف. يمتكنم ويمتكتك. أنا أكيد نتواصل معاكم مشاهدينا، وقاعد نتكلم أكيد مع الأستاذة عائشة الإحيى عن الزمن الجميل. أول ما شفت اللقطات قلت يا الله، هذا هو الزمن الجميل. أي والله الزمن الجميل هذا. وكانت الإذاعة بعد جزء لا يتجزأ أكيد من هذا المجتمع الواحد. نعم. فبروح حق القفزة الإعلامية اللي لاحظناها بالآونة الأخيرة بقطاع، وأكيد وزارة الإعلام بقطاع التلفزيون والإذاعة تحت مظلة وزيرنا وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح. إيش رأيك بالتغيرات اللي صارت في وزارة الإعلام؟ شوف، بالنسبة لوزارة الإعلام، إن كانت تقفز وإن كانت تخطو خطوات إيجابية إلى الأمام فهذا شيء طيب. تفقد المذيعين وتفقد المقدمين وتفقد الاستديوهات والاحتفاليات البسيطة اللي يسوونها بالاستديوهات هذه تقرب المقدم والمعد والمخرج والمدير والمراقب والرئيس من المسؤول. نعم. حتى يطلع هذا المسؤول على اولا المعاناه. صح. تفاصيل الاعلامي ما هو بسيط، ترى معاناه. صحيح. واستعداد نفسي وعطاء وحرص على الحضور، هذا يقدر له هذا الانسان. فتواجد
وكيل تواجد، وكيل مساعد تواجد، وزير، مع هذه الأسرة الإعلامية إذاعية كانت أو تلفزيونية يرفع يحصة من معنوياتهم. وهذا الحمد لله موجود عندنا، يعني الحمد لله موجود، هذا موجود الحمد لله. في الآونة الأخيرة حصل هذا الشيء، فأنا أشوف الأسرة الإعلامية سعيدة بهذا التواجد وهذا التفقد وهذه الصور اللي تنزل في مواقع إعلامية. صحيح. يرفع من معنويات الإعلاميين. صح. فتحية لوزارة الإعلام على هذا، على هذا الشيء، وهذا نجاح بنجاح إن شاء الله. صحيح. إحنا دائما نبي هذا يكون، وتمنيت في زمننا، أنا بعد أسميه الزمن الجميل، كنت دائما أطرح للوكلاء في وزارة الإعلام على عمل قرقيعان إعلامي يجمع الإعلاميين كلهم. يجمع كل الإعلاميين بما فيهم الوكلاء. صح. كان على رأسهم في ذاك الزمان وكيلنا سعدون الجاسم الله يمسيه بالخير، فكان يتواجد ويجيبون لنا مطربين ونقعد نلتم على هالساحة بالإذاعة. وين وين الأسانسير؟ نعم. بالساحة الإعلام، ساحة الإعلام وزارة الإعلام؟ لا، داخل وانت ايه؟ رايحة الإذاعة، ساحة الإذاعة هذه ايه كانت ساحة كبيرة، يفرشونها لنا سجاد ونقعد ونجيب زبلان فيها القرقيعان، وتعالي شوفي الأناس، احنا كبار ولكن نجد متعة مع وكلائنا، مع الطق، مع القناوي، مع توزيع القرقيعان، مع بوفيه صغير، تعارف تعارف حلو ما كنا نعرف للإذاعة ولا التلفزيون. فإيجون نجتمع كأسرة إعلامية واحدة بحضور وكيل وزارة الإعلام. نعم. أتمنى لو يسوون لنا هذا القرقيعان الشعبي إن شاء الله، أتمنى يسوون لنا هذا القرقيعان، قرقيعان شعبي وكراسي ويبوا لنا أرانب وقطاوة ومدري شنو. لا 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 لا، هذا ما يمشي عندنا. أكيد. زبلان وطبق. نعم. وجهتي تحية حق كل العاملين في وزارة الإعلام. نحن نوجه أيضا تحية حق وكيل المساعد لشؤون التلفزيون الأستاذ يوسف مصطفى على متابعته لنا في برامج التلفزيون المختلفة. بروح حق الأنشطة التطوعية شوي، يعني معروفة الأستاذ عايشة بالأنشطة التطوعية وأعمالك الخيرية، قلت قبل شوي السودان والصومال، البوسنة والهرسك، مثل هذه الأعمال. اليوم إحنا في شهر رمضان، شهر الطاعة، نحتاج توجهين مثل نصيحة حق المشاهدين. ما شاء الله الحين وايد شباب عندهم هذه القابلية، أن يعني الأعمال الإنسانية عندهم ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. عيالنا السنة هذه بالذات واللي قبلها أشوف لهم إقبال على الأعمال التطوعية الإنسانية. صحيح. شفت شلون الوضع والمستجدات على الساحة العربية؟ شفت الوضع بالعراق، شفت الوضع بسوريا، شفت الوضع بليبيا، شفت الوضع في اليمن، شبابنا كله متطوع. صحيح. يروح مع الهلال الأحمر الكويتي بارك الله فيه، ويوزعون وتشوفونهم الحملات اللي توزع، فهذا شيء طيب، هذا يقرس فيهم العطف والحنان على الآخرين. والعمل الخيري والتطوعي ما له مقابل مادي. صح. له مقابل أجر عند رب العالمين إنساني. فأنا والله عملت أكثر من 30 سنة في هذا المجال الإنساني الخيري التطوعي. نعم. أرتجي من عند الله سبحانه وتعالى الأجر. الجزاء والأجر الحمد لله. فبالتلفزيون اليمني كان يسألني عن هذا الجانب، فقلت له ترى أنا كنت باليمن وبمدينة ذمار بالذات أيام الزلزال. نعم. شفت أنا الحيوانات تركض، قطط والكلاب والدجاج، فالمرافقين الجنود ما حبوا يقولون لي ترى الآن وفي هذه اللحظة زلزال، علشان كذي حسوا في الحيوانات والطيور حركت. صح. فطلب مني الابتعاد والركوب في اللاند روفر. بعدين لما ابتعدنا عن الموقع قال ترى كان في زلزال. ما حد يخوف. رحت تفقد مع الأخت لولو القطامي هذه المنطقة لإنقاذ الأسر اليمنية
وعمل لهم بيوت ومدارس ومراكز صحية إلى آخره، إلى جانب مصر العربية أيضا عملت فيها سنوات طويلة ولا زلت أعمل فيها حتى الآن. البوسنة الآن، القوقاز كان جديد يمكن الناس وايد متجهة له. أي القوقاز الآن أيضا بديت أعمل فيه، وأشجع الأخوة والأخوات إنهم أيضا يعملون أعمال خيرية في هذه المدينة الإسلامية اللي تستحق الآن إن إحنا نقف إلى جانبها. فوالله متعة. هذه الأعمال الإنسانية تغير طبعًا. الإنسان من مكان لمكان طبعًا. تشوفين شيء جديد، تشوفين نعم. شيء يمكن يغير بعيشة ليحيى شيء وايد كبير. نعم صحيح. فالأمور هذه خلتني أقترب من الناس أكثر، صح، من الناس أيا كانت فئاتهم، بتواضع. أنا لا تقريني المادة لا أجمعها، المادة أعطيها وأقدمها وأجمع منك ومن عبد الله ومن المحسنين ومن الناس الطيبة وأعمل فيها كل هذه الأمور الخيرية اللي لهم أجر وأنا لي أجر. أنا أيضا أعمل لنفسي ولوالدتي رحمة الله عليها ولوالدي رحمة الله عليه ولنفسي أيضا علي حق أني أعمل أكيد. ولازم أعمل والحمد لله. الحمد لله في ميزان حسناتك أكيد يا رب. ألف خير. إحنا نتمنى من الشباب ومن الشابات، يعني يا جماعة عمل الخير حلو، عمل الخير يرفع أجركم عند رب العالمين. استقطاع، وأنا أعرف أن هناك أسر وهناك أخوات وأخوة استقطاع من معاشهم، الأيتام ولمدارس معينة ولمآذن وإلى آخره. ولكن نبي هالشباب الصغير، نبي هالشباب اللي غارته الدنيا، نقول لا تغرك الدنيا على نظارة ب500 دينار. حرام. أجلكم الله حذاء ب750 دينار، هذا كله رح يروح إلى مكرمين زبالة. ولكن أنت أعمل لك عمل خيري دائم، يذكرونك بالخير والله سبحانه وتعالى يجازيك خير الجزاء. أكيد هذه الأيادي الكويتية يعني امتدت القاصي والداني وكل الدول كانت مشهودة لها. يمكن هذه النصيحة من زمان معروف عنها بلد منارات الخير. هذه قديمة. أيوة. صحيح. من أيام يدي ويدك ويد يدك. نعم. الكويت ما كانت حديثة الآن بالعمل الإنساني. لا أيام السفر وأيام القوس وأيام هجرة الرجال وهجرة الآباء للسفر والغوص وبقاء الأمهات، كانوا الآباء والأجداد يوقفون بيوت وقفية ويسوون مساجد ويعطون. لا ما شاء الله في مدن كاملة كانت مؤسسة بالاسم الكويت في إندونيسيا وفي كل مكان. لا في كل مكان يعني اسأليني أنا شفت كثير من المدن الإسلامية منارات أهل الكويت موجودة مشعة وشامخة. أيوة. الحمد لله. وأجد سعادة ما بعدها سعادة لما أروح إلى هذه المدن وأشوف هل المدن الشامخة بمساجدها وبصالاتها وبمدارسها وبدور أيتام كلها من أهل الكويت. أكيد. فأنا أجد مفخرة وأفتخر أني أنا كويتية. أكيد. وإحنا أفتخر فيك يعني. أفتخر أني أنا كويتية من هذه الأرض، وأفتخر بأعمال رجال هالبلد، أفتخر بعمل نساء هذا البلد. نعم. ما شاء الله كم هم محسنون، يعني أصحاب عطاء بارك الله فيهم، ولازم هذولا يكونون لنا قدوة. أنا اقتديت فيهم. أنا اقتديت في أمي بعملها الخير، اقتديت في أمي فواصلت العطاء من خلال صورة أمي رحمة الله عليها. من يوم كنا احنا صغار وسرنا على هذا النهج. نعم. الآن أنا أهيب بالشباب، شوفوا شوفوا جداتكم أو أجدادكم اللي مشوا في هذا الطريق الإنساني الخير التطوعي،
سيروا معاهم ان شاء الله. اكيد اللي يتابعنا الحين راح يكمل هالمسيره. كملوا المسيره جزاكم الله خير ان شاء الله. امين يا رب. احنا قبل ان نختم وياك هذا اللقاء الجميل جدا نتكلم عن هالمكان بالذات، مكان برج الحمراء، ذكرياتك مع سينما الحمراء وسينما الفردوس، شنو تذكرين؟ كيف ذكريات هني؟ الله يا الزمن الجميل يا عبد الله يا حصة الله. يعني الواحد يقول شو يقول؟ الله عليك يا وطن، الله الله عليك يا زمن. الحمراء والفردوس كانت على فترات، فترة ظهر وفترة عصر وفترة ليل، ثلاث فترات. فإحنا لما كنا في الابتدائي والمتوسط يا حالو نحب نروح فترة الظهر على طول من المدرسة على السينما. انتقدة وبعدين نجي السينما. بداكم بالمدرسة كنا أول الإخوان الأخوة المقيمين العرب اللي يشتغلون بالكويت واللي قاعدين بشقق يوم فترة الظهر ليش؟ عشان يستمتعون في الجو البارد. نعم. مكيفة كانت فأيون يستمتعون مو حرص على أنهم يشوفون الفيلم. أهيل. فترة الظهيرة جايين تعبانين بيريحون 100 فلس ربوية كانوا يقعدون عشان يستانسون ويشوفون الفيلم وينامون. يعني حضرتي أفلام هني عيل؟ أفلام عجيبة كانت. تذكرين الفردوس كان أول ما طلع فيلم هندي كان سنغام. سنغام هذا اكتسح العرض. وهني شفنا جميلة أبو حيرد وكنا نحرص ان احنا نشوف فريد شوقي ويا محمود المليجي حق الطق والمطاقق، نستانس نشوفهم. اسماعيل الياسين بوليس حربي، اسماعيل ياسين بالجيش، يعني افلام عجيبه ما بين الفردوس والحمراء. نعم كانت ايام حلوه. لا والذكريات يا حبايبي نقول بارك الله في الكويت، بارك الله في الكويت. شفت التذكره اللي ندخل فيها كان لها رسوم ندفعها احنا الكويتيين، واي انسان يحب يدخل السينما حق فلسطين. الله حق فلسطين شوف جزء منها يعني يروح ولا كل المبلغ؟ جزء منها حق فلسطين. شوف ايش كثر الملايين كانت تروح. نعم. حق فلسطين كله من الشعب الكويتي. ونقول عليهم بالعافيه شعب عربي. ولكن يا للأسف تينا إطراقات، ولكن إحنا الحمد لله نواصل العطاء، لا ننظر إلى هذا الإطراق أو إلى ذاك الإطراق، ولكن نواصل العطاء والحمد لله. الكويت حكومة من أبو الإنسانية ومن الشعب الكويتي صاحب الإنسانية أيضا، لا زال الجميع يعطي. أكيد هذه أرض الإنسانية، أرض العطاء وبلد الإنسانية. نعم نشكرك اليوم على وجودك الأستاذة القديرة عايشة اليحية، إحنا وايد متشرفين بوجودك اليوم ويانا في الغرفة، ودنا الوقت ما يخلص. أنا والله سعيدة بوجودي معاكم يا حصة وأنت ويه مشرف. الله يسلمك يعطيك العافية. وأنا اتزانك لطيف. شكرا. وعدم إسرافك لطيف. شكرا. ارجو انك تواصلين على هذا المنوال. سلمين. والاخ عبد الله الله يسلمك. انا سعيده بوجود هالوجه البشوش الله يخليك وهذا التمكن ان شاء الله ومنا لاعلى منا ان شاء الله. واشكر جميع اخواني اللي من وراء كواليس يعطيكم الكاميرات. تسلمين. وشكرا لك شهاده نعتز فيها اكيد. احنا نشكرك وراح ننتقل وياكم مشاهدين بعد قليل راح يكون معانا ابناء شهداء مسجد الامام الصادق، لكن قبلها راح نروح حق ديوان النائب عبد الله المعيوف وفقره الديوانيات اللي تعودتوا معاها مع زميلنا نجيب.